اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه منذ 30 يونيو الماضي ومنذ 30 يونيو قبل الماضي، انا بتكلم عن السنه اللي فاتت سنه 2013، منذ ظهر الارهاب بهذه الصوره القاسيه في سيناء، منذ تزامن هذا الارهاب مع فض ربعه وربط قيادات تنظيم جماعه الاخوان المسلمين، توقف العمليات الارهابيه بعوده مرسي، من ساعتها الحقيقه وفي محاوله دائمه من الراي العام لمسانده القوات المسلحه فيما يحدث في سيناء. لمعرفته قوات مسلحة من طرفها بتحاول أنها تتواصل من وقت للتاني ببيانات بتتكلم فيها عن المكاسب التي حققتها، الاستهدافات التي نجحت فيها، الخسائر التي أوقعتها في صفوف الإرهابيين. وطبعا بشكل مؤسف بنسمع من وقت للتاني عن سقوط شهداء سواء من الجيش أو الشرطة في هذه المعركة الشرسة التي يحارب فيها الجيش، وفي ظهره طبعا أهلنا في سيناء في المقام الأول، ثم بعد ذلك كل المواطنين في مصر العربية. في هذه الدقائق هنحاول نحن نلقي الضوء ونفهم ما الذي يحدث في سيناء، في ضوء أن في زيارة النهاردة قام بها وزير الدفاع لتفقد فيها الأوضاع، وأن القوات المسلحة نشرت بعض الصور الخاصة بالعمليات هناك وبالقوات هناك. برحب بضيفي المحلل السياسي والمحلل الاستراتيجي والعسكري سيادة اللواء أركان حرب حمدي بخيت. أهلا بحضرتك. أهلا بك، سعيد بوجودي معك. خلينا نتفرج الأول على اللقطات التي وزعت القوات المسلحة لزيارة وزير الدفاع وللأوضاع في سيناء، نشاهد. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة والقضاء على البؤر الإرهابية والتصدي لكافة المحاولات التي تهدف للنيل من أمن واستقرار الوطن، وفي إطار المتابعة المستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الاستعداد القتالي العالي والأحوال المعيشية والإدارية والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والوقوف على ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة، تمكنت عناصر الجيش الثاني الميداني في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس في استهداف وتدمير أحد الأوكار الإرهابية شديدة الخطورة بمنطقة وادي العمر بالعريش، وذلك بعد ورود معلومات بتردد عدد من العناصر التكفيرية إلى أحد المباني المنعزلة والذي يستخدم كمخزن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، حيث قامت عناصر القوات المسلحة بمداهمة المبنى وقتل 2 من العناصر التكفيرية المسلحة بعد تبادل الإطلاق النيران مع عناصر التأمين، أسفر عن انفجار المبنى وتدمير سيارة للدفع الرباعي يستخدمها التكفيريان. كما نجحت عناصر حرس الحدود في اكتشاف وتدمير 5 أنفاق جديدة من خط الحدود الدولية بمدينة رفح، والقبض على 5 فلسطينيين أثناء تسللهم إلى الأراضي المصرية، وضبط 5400 قرص من عقار ترامادول المخدر معدة للتهريب عبر الأنفاق. وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، نجحت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية، نجحت في إحباط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة بمنطقة بحر الرمال الأعظم تقدر ب 845 قطعة سلاح، منها 438 بندقية خرطوش و 407 بنادق ضغط هواء، وضبط 5 سيارات للدفع الرباعي محملة بكميات كبيرة من السجائر المسرطنة وعقار ترامادول المخدر، وضبط 1 العناصر الإجرامية وبحوزته 20 كيلوغرام من جوهر الحشيش المخدر بمنطقة السلوم. كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الشمالية من القبض على 53 متسللا قرابة سواحل الإسكندرية، منهم 33 مصريا و20 سوري. كما ألقت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية القبض على 2 من المهربين وبحوزتهما كميات من المواد الغذائية المدعمة بمنطقة الشلاتين، وذلك قبل تهريبها عبر الحدود المصرية السودانية.
زي ما حضراتكم شفتم الصور التي وزعتها القوات المسلحة ليست متعلقة فقط بسيناء، لكن متعلقة بمنافذ كثيرة بيتم محاولة اختراقها سواء بالسلاح أو بالإرهاب أو بأشياء أخرى تؤدي إلى تهديد الأمن القومي. إذا بدأنا سيادة اللواء وإحنا نتكلم في سيناء في عملية عسكرية متصلة وحرب مستمرة على الإرهاب طول الفترة السابقة، القوات المسلحة كما ذكرنا في البداية بتعلن عبر متحدثها العسكري بمتحدثها الرسمي بالخسائر والتقاحة في صفوف الإرهابيين وبكل الأشياء من وقت للتاني. لو حبينا نقول حصاد أو نجمل حصاد لهذه العملية طول الشهور الطويلة اللي فاتت، ثلاث عناصر بيحكموا المشهد اللي حضرتك شفتيه النهاردة. العنصر الأول أن جميع القيادات التعبوية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية شرقا غربا جنوبا تعمل وتضبط عناصر وتقضي على عناصر متطرفة، فيما يوجد نوع من الاستشعار ان مصر مستهدفة بتمركزات إرهابية على جميع الاتجاهات، عشان بس الناس تبقى فاهمة ان رغم ذلك احنا بنروح الشغل وبنيجي وبنتفسح وبنروح يمين وشمال وبنروح المدارس وبنروح المصانع. إذن القوات المسلحة والشرطة تستطيع أن تؤمن هذا الشعب لقضاء حاجاته اليومية وحركته اليومية في الدولة. دي حاجة. حاجة تانية أن الحركة أو الأحداث اللي تمت ده مجرد ناتج يوم. حضرتك قبل كده كان هناك ناتج لشهر ووثوق ذكرى فيه أكتر من 120 عنصر تكفيري قتل، علاوة على أكثر منهم مرات قبض عليهم أو جرح، علاوة على عدة مخازن وأطنان من المتفجرات وعربيات الدفع الرباعي اللي وصلت ل 25 عربية. ثم أعلن بعد كده عن أعمال لمدة 12 يوم وأعلنت منذ حوالي أسبوع، وكان فيها حوالي 60 قتيل من التكفيريين و 102 فرد مصاب أو مأسور أو تم القبض عليه، ثم عدة مخازن من الأسلحة والذخائر وحوالي 12 عربية أو 14 عربية دفع رباعي بالإضافة إلى كميات من الذخائر والأسلحة. كل ده لما يكون في شفافية في الإعلان عنه على فترات متفاوتة لدرجة أنها تصل إلى يوم بيوم، ده معناه أن إحنا قدام قدرة عسكرية ناجحة في التصدي لهذه العناصر والقضاء عليها أولا بأول. جميل. الحاجة الثالثة اللي أنا كنت عايز أقولها أن زيارة القائد العام لهذه القوات في مواقعها ومعه قائد التشكيل التعبوي وقائد المنطقة الجوية الشرقية اللي بتعمل في هذا الاتجاه اللي له قوات جوية بشغفها، كل مجموعة هيئة القيادة من أول القيادة العامة لغاية القيادة التعبوية موجودة مع الناس جوة سيناء. وعلى فكرة الزيارة دي تمت يوم على مرتين كمان أو ثلاثة، ما قبل افتتاح تفريعة قناة السويس، ثم ما بعد تفريعة قناة السويس بعد زيارة رئيس الجمهورية كان هناك زيارة لوزير الدفاع، ثم هذه الزيارة الثالثة في غضون احنا بنتكلم عن 10-12 يوم. انا اكيد هقف مع حضرتك عن نقط تفصيلية كتير في اللي قلته، لكن الحقيقة السؤال البسيط الذي يطرحه المواطن العادي هو بيتابع كل هذه الارقام كل شوية، سؤال بسيط، لماذا لم تستطع حتى الآن، يعني إيه مين اللي باقي، إيه حجم قدرات الإرهاب اللي موجود في سيناء، لماذا لم يتم القضاء عليه برغم كل الخسائر اللي بتقع في صفوفه اللي احنا بنسمع عنها؟ الناس فهمت القتال ضد الإرهاب ده كأني بصفي قضية مخدرات أو بقبض على عصابة. لا، القتال ضد الإرهاب قتال مستمر ومتصل، لأن هذه العناصر تدعم بصفة دائمة حتى الآن، يعني بتدعى رغم ضرب لأن الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة والدول اللي في البعد الإقليمي زي تركيا وقطر وإيران وتنظيم زي حماس اللي هو مدخل لنا 4 فلسطينيين شايلين ترامادول وشايلين زفت على دماغتهم يسمموا بيه شعب مصر، وإحنا مستهدفين من كل هؤلاء الناس. هناك تمركزات في شمال غرب السودان، هناك تمركزات في جنوب شرق ليبيا، هناك تمركزات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، هناك موضع قدم لعبور عناصر الاستخبارات من مالطا ومن قبرص. إذن أنا منابع يا فندم، إيه الحدود اللي أنا حد سيادتك مثال أتفضل. في هذا الكلام في هذا الصدد أنا بعمل على تكفيف المنابع بإيه؟ ضرب المخازن، تمام، القبض على كل المتسللين، دي منابع. النهاردة في حرس حدود الشمالية قابض على 53 واحد، 33 مصري و20 سوري.
أخد بال حضرتك إزاي؟ إذن الأرقام لا تخدع ولا تكذب، وبتقول أنا بقبض على مين وبعمل إيه. الحاجات دي ما مش معنى ان انا ايه اقول انا قضيت على الارهاب. لا، امريكا بقى لها قد ايه بتقاتل ضد يعني الارهاب. لا توجد نقطه محدده نقدر نعلن فيها هذا الاعلان، لان الهدف مستمر، ان الولايات المتحده استخدمت منظومه العمل الارهابي والمقاولين اللي بتقاولهم على اقامه تجمعات مجرمه على حدود الدول او في داخلها تحت مسمى اقامه دوله الخلافه. المشهد اللي حوالينا هو كذلك، تحول المشهد الى ارهاب عابر للحدود، مقاولين يقبضوا عشان ينظموا ناس ويقوموا بعمليات هرتلة وضرب وخبط هنا وهنا. ده المشهد اللي بيدار ضدنا. احنا كذلك يجب ان لا نتغافل عن هذا ونقول لا احنا كويسين. لا، احنا بنتعامل مع الاشياء دي ومع هذه العمليات اولا باول وبحزم. في منظومة معلومات بتجمع معلومات عن اماكنهم، عن تسللهم، عن في عناصر للتدخل، في عناصر للقبض عليهم وتسليمهم. في بعد كبير جدا منظم داخل القوات المسلحه. ممكن أفهم مع للتعامل مع هذه المنظومه. ممكن افهم مع حضرتك وانا كمشاهده عاديه والمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، فكره ان الحرب على الارهاب دي فكره مستمره، لا توجد دوله تستطيع ان تعلن انها قضت عليه 100%. لكن السؤال على مستوى ان في منطقه هي ملتهبه طوال هذا الوقت وهي منطقه سيناء. امتى هل الى متى تستمر العمليات العسكريه اللي موجوده فيها؟ امتى هتعود الحياه الى سابق عهدها؟ امتى نقدر نستطيع ان نتحدث عن تنمية سيناء ونتجاوز نتجاوز مرحلة تطهير سيناء؟ لم نكن نتخذ قرار استراتيجي بهذا الحجم من التنمية في منطقة قناة السويس وشرق القناة إن لم نكن لدينا القدرة على ضبط إيقاع هذه المناطق وتأمينها. لأنك لا يمكن هتدخلي شركات وهتعملي مشروعات إن ما كنتيش مالية إيدك من تأمين هذه المناطق. صحيح، ده نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية إن كل ما زحفتي بالتنمية كل ما قضيتي على هذه العناصر. النقطة الثالثة إن كل ما تشبث أهل وسكان هذه المنطقة بمستقبل وخير هذه المنطقة كلما كان تعاونهم، وهم متعاونين جدا في القضاء على هذه العناصر. إذن أنت بتوجدي منظومة على كافة المحاور، منظومة في إطار الإنسان، منظومة في إطار الأرض والمنطقة اللي أنت بتشغل، منظومة في إطار التعامل العنيف بالقوات. إذن الموضوع لا يتجزأ. كل ما لك اديني مثلا معدلات لاداء هذه العناصر، هل هو كما سبق؟ هل هو بنفس القوة؟ حضرتك ادينا معدلات. انا حدثتك مثال، ارصد لنا احنا في يوم من الايام. انا حدثتك مثال في سنة بتاعت حكم مرسي اللي مركز فيها الارهاب في سيناء ودخله من المعابر وافرج عليه من السجون واعاد تمركزه في سور التنظيمات جوه سيناء، اتقتل 16 جندي في عملية خسيسة، واتقتل 25 جندي في عملية بدم بارد، واتخطف 7 جنود. هذه العمليات لم تتوقف بشكل كامل، وما حدث في الفرافرة قبل فترة. لا، ليس الحجم بهذه العمليات بهذا الأسلوب ولا بهذا الحجم ولا بهذا التنظيم. النهاردة بقت عملية تذكرة ذهاب بلا عودة. الإرهابي بيروح يعمل العملية ضايع، لأن عارف إن لا في تنظيم ولا قاعدة يرتد إليها. هو بيهمه الإرهابي في التحريم بتاع العمليات الانتحارية؟ هنا بقى نقف هنا. يهمه علشان يقدر يستمر. لكن هو دلوقتي فقد التنظيم وفقد القيادة وفقد التمركز وفقد التنظيم. كل دول كانوا الأول بيساعدوه إنه يعمل عمليات كبيرة. النهاردة يضغط هدف يا يضيع فيه يا ينجو. إذن طب الخسائر، حجم الخسائر قد إيه فيهم؟ إحنا وصلنا المئات، يعني عدد كبير جدا. لو اتكلمنا على الارض، تاني ورجعنا لسينا، تمركز الجماعات الارهابيه، احنا الصور اللي احنا شفناها وبرضه بنرجع لها من وقت للتاني. فكره ضرب مخازن، شفنا مخازن مدفونه للسلاح تحت الارض، شفنا بيوت امنه اللي هي بيستخبى فيها الارهابيين وتم ضرب بعضها. يعني لاي مدى دي منتشره؟ موجوده فين؟ هل في اماكن للتمركز؟ هل في طبيعه جغرافيه مثلا بتعوق بعض العمليات العسكريه؟ الاخذ في الاعتبار ان دي منطقه اهله بالسكان، ازاي بيفرض حساسيات على العمليات العسكريه؟ السؤال بتاع حضرتك ده سؤال مهم جدا. اولا لا يوجد طبيعه جغرافيه ولا توبوغرافيه تمنع القوات من الوصول. ده حاجه. لكن اللي بيمنع القوات البعد الانساني في العمليات. وعشان كده ارجع لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال احنا بنعالج القضيه على محورين. محور تحقيق الامن القومي والقضاء على هذه العناصر، ومحور مراعاه البعد الانساني. وجود انا ممكن اشيل المنطقه دي في ثانيه. منطقه الساحل الشمالي من
العريش حتى رفع كتيبة مدفعية تدكها وسرب هليكوبتر مسلح يدكها ونخلص من الموضوع ده. أبرياء قد إيه هيروحوا؟ وهؤلاء الخسسة المجانين بيستخدموا هذه المناطق ويستخبوا فيها من عشش، من بيوت مهجورة، من 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 من، وكل ده عشان عارف إن الجيش المصري جيش وطني شريف مش بيعمل بخساسة، بيراعي البعد الإنساني. وده بينقلنا النقطة مهمة، وهي فكرة يعني الفترة اللي فاتت شهدت حوادث متفرقة كان فيها استهداف لمشايخ قبائل والأبناء قبائل والأحد القيادات الأمنية الرفيعة اللي بينتمي لأحد القبائل هناك وهي قبيلة السواركة. هل دي نقدر نحطها في سياق العمليات الانتقامية لتعاون القبائل مع القوات المسلحة؟ وإزاي يعني عايزين نفهم أكتر عن التعاون. العمليات دي عمليات هدفها ضرب الوفاق الوطني لكل العناصر الموجودة. يعني مثلا أضرب زعيم قبيلة، القبيلة تنفر وتحس إن أنا مش محميها. أضرب عنصر قيادة كبيرة ومن القيادات الصغيرة تخاف، هما مفهومهم كده، مفهومهم كده. أخبط مناطق تجمعات بعيدة ملهاش أي تدخل في المشهد، ومقلب الناس دول كرأي عام ضد عناصر التأمين ولا تعاونهم بل وتنفر منهم وتسخط عليهم. العكس بقى بيحصل، ان احنا بنقعد مع شيوخ القبائل كلهم قلبا وقالبا مع القوات السلاحة، مش سايبة المشهد في سينا كده. القوات السلاحة لها لقاءات مع العواقل وشيوخ القبائل وكبار عائلات هذه الأسر، لها لقاءات مع عامة الناس، لها لقاءات مع دعم هؤلاء الناس ماديا ونفسيا. والله احنا نتمنى ان كمان يكون في وجود لوسائل الاعلام هناك لنقل الصوره وتعاون فكره تعامل الاهالي مع الاثار الجانبيه. بس حضرتك بقى على الاعلام الواعي، الاعلام اللي مش بيعمل لمجرد انه ياخد سبق او يطبل او يزمر، لا، الاعلام الواعي اللي الاعلام دعمنا في حرب الاستنزاف، الاعلام حتى دعمنا في 73 دعم خطير جدا جدا، الاعلام دعمنا في مواقف ومشاهد كتيره جدا جدا جدا. لكن ما تجيش تقلب الراي العام وتقول لي اصل ابو فلان جرى له ايه، مش طب ما هو مش احسن يعني من الجندي، يعني معروف هو مش احسن من الجندي ولا الضابط ولا العميد ولا العقيد اللي بيحط روحه فداء لهذا الوطن. جميل، في قواعد متعارف عليها في التغطيات الحربيه، ويعني حتى في حرب العراق كان في اللي هم المراسلين بيسموه امبيدد اللي بيطلعوا مع القوات وينقلوا المشهد، وكانت الحرب تدور على الهواء مباشره وتنقل الصوره، وفي قواعد مفهومه لفكره التغطيه الصحفيه لمنطقه عسكريه او منطقه ملتهبه. فهذه هي ليست القصه في هذه المساله. انا عايز ارجع مره ثانيه لفكره المعلومات حوالين، طب ما القواعد دي تتبع وتحترم، ولا يتم نطالب بذلك، ولا يتم التعليق عليها تعليق سلبي. لا نطالب بذلك يعني طول الوقت. كان انا بقول لحضرتك وده اللي انا بقوله، يعني في قواعد مرعيه لفكره حتى لحفاظا على حياه المراسل مفهومه ومرعيه. المساله مش هي الكيفيه، لكن المساله هي فكره الوجود، ان يكون في تغطيه اعلاميه. لا وجود تغطيه اعلاميه ايجابيه داعمه للعمل الوطني، والا ما لهاش لازمه. إذا كنتش أي جزء في هذه المنظومة منسق للعمل لدعم الأمن القومي في هذه المنطقة بلاش، ما يلزمناش. حتى لو كان، أنا بقول أهو، حتى لو كان الإعلام، أنا بقول أهو، لو كان الإعلام غير داعم للمنظومة الوطنية في التعامل على الإرهاب مع الإرهاب في هذه المناطق ما يلزمناش. طيب خلي موضوع الإعلام على جنب، هذا موضوع يستحق له شجون طويلة ويمكن يحتاج أكتر ندوة موسعة يبقى فيها كل الأطراف الممثلة. لكن خلينا نتكلم مرة تانية عما يحدث على الأرض في سيناء. لو تقيم لنا الأعمال، يعني احنا بنشوف أرقام، بنشوف القبض على كذا، في قياديين، في أحيانا تقارير تتكلم عن أن في قياديين توفوا زي شادي المنيعي وبعد كده يتم النفي أن هم توفوا عن طريق الناس أو التنظيمات اللي هم تابعين. لي عايزين نفهم المرجعية بتاعتي. أنا في كل هذا يهمني المرجعية بتاعتي، لأن هي اللي هتحاسب قدام الرأي العام. المتحدث العسكري وصفحة أدمن اللي ينزل عليها الناس، هذه الجهة أو هذه المؤسسة محاسبة عليه. بس ده اللي نعرفه. عشان كده احنا بنقول للناس ايه، مفيش داعي تدي دماغك لحد، مفيش داعي تدي دماغك لتويتر ولا فيسبوك ولا كلام من ده. اللعبة لعبة حرب معلومات، كل وسائل التواصل الاجتماعي بتستخدم في ظل الهرتلة وعدم الوعي في
اللعب بدماغ الناس. طيب على كل الأحوال لذلك لو انت عايز معلومة صحيحة خدها من مصدرها اللي ممكن تحاسبه عليه. طيب احنا بنحاول ان احنا نستقصي المعلومات من مصدرها، عشان كده احنا عرضنا هذا الشريط لأزعاد القوات المسلحة، وبنحاول ان احنا نفهم التعليق مع حضرتك. استقبال الامر والتعليق عليه ومحاولة الفهم اعتقد ان دي يعني مسألة مشروعة ومفهومة، طالما كانت في ارضية الاتفاق على الهدف الوطني والامن الوطني الذي لا يستطيع احد ان هو يخرج عليه. فالمسألة هي رغبة في المعرفة. اولا احنا شفنا هذه الحالة من رغبة في المعرفة الصادقة والحقيقية. انا ممكن اعرف حاجات كتير لكن في حاجات كتير منها مزيفة، يعني دي مسألة بقى مسألة العقل النقدي وازاي هنقدر نطلع المعلومة. لا مش من غير الفلسفة دي حضرتك، ولا نقدي ولا منقديش. انا انسان بيتحط قدامي معلومة، المعلومة دي اما تكون مؤكدة او غير مؤكدة او مفبركة او مشكوك فيها. طيب ارجع مره تانية للصور اللي احنا شاهدناها، فكره ضرب الاماكن الامنه التي يتجمع فيها الارهابيين. عايزين نفهم لغايه دلوقتي ايه الطريق او ايه الاماكن التي يخرج منها الارهابيين؟ هل لازالت لديهم مناطق تمركز، ولا في نقاط مثلا بيقدروا يستغلوها سواء الدخول عبر الساحل او عبر انفاق لازالت موجوده؟ اشكرك على السؤال ده. اولا تدفق العناصر الارهابيه الى مسرح العمليات بيكون متعدد الاتجاهات، بعضهم زي ما حضرتك قلت بيتسلل بحرا، ذلك احنا قبضنا برضو على ناس نعم كان يكونوا هجرة غير شرعية، ولكن في وسط الهجرة الغير شرعية بيندس إرهاب، ممكن يتسلل إرهابي، ممكن يكون أنفاق، ودي الأنفاق عمالين بنقفل فيها وبندمر بنسبة فيها. كم في المية انتهى تدمير الأنفاق؟ والله بنسبة تصل لأكتر من 80-90%. 80-90%. لكن كل مدى كل ما بيستجد أنفاق بتحفر أنفاق. أمال إيه؟ تجارة. تجارة. حماس بتقبض تجارة عالية جدا من الأنفاق، وصل حجمها قبل أن نتحدث بسنة دلوقتي، يعني من سنة فاتت وصلت لسبعة مليار جنيه. أو كان في وزارة الأنفاق. وكان في وزارة الأنفاق وعشرين ألف دولار على النفق، شغلانة كده يعني. تمام. يعني ما لا يزال تحدي. هذه مصدر الأنفاق التسلل، ثم ينطلق إلى قواعد أو مخابئ أو ملاجئ اللي هي بنتكلم عنها دي. دي بيدارى فيها في عشة، في أحد عناصر من السكان المحليين الغير وطنيين، في منطقة مهجورة، في منطقة جبلية معقدة عشان الدخول إليه يبقى صعب. كل دي بتبقى بالنسبة له ملاجئ يكمن فيها إلى أن يأخذ الأمر بالتنفيذ، ينطلق لتنفيذ مهمة. شغلتنا بقى الأساسية إيه؟ أكبر مهمة في العمل ضد الإرهاب هو عملية جمع المعلومات. إذا كانت عملية جمع المعلومات دقيقة وقوية بيتم استهداف تستطيع استهداف أي عنصر قبل انطلاقه. وده اللي حصل. العشش اللي اتقتل فيها الاتنين العشة اللي اتنقتل أو الملجأ اللي اتقتل فيه الاتنين تكفيرين ومعاهم عربيتهم في نفس المكان ومعاهم مخزن السلاح والذخيرة بتاعهم. إذا أنت بتشتغلي صح. هل التحقيقات لغاية دلوقتي، طبعا ممكن أتفهم أن في معلومات لا يتم الإفراج عنها في وقت معين وخصوصا العمليات ما زالت مستمرة، أكيد. لكن هل فهمنا طبيعة مين التنظيمات اللي موجودة، إيه روابطها؟ لا التنظيمات موجودة من الأول، وخلي بالك بعضها موجود على الأراضي المصرية وبعضها موجود خارج الأراضي المصرية ويدس داخل الأراضي المصرية. إيه أبرز التنظيمات الموجودة؟ أكناف بيت المقدس، شباب الشريعة، عناصر بسيطة من القاعدة، كل دي عناصر موجودة. الجهاد الإسلامي موجود على الأرض، عناصر كتير جدا، لكن هناك تمركزات. بيعملوا العمليات دي بشكل، هل في تنسيق بين هذه، يعني حضرتك اتكلمت عن اكثر من تنظيم موجود على الارض، في تنسيق بينهم ولا كل واحد بيجتهد وبيشتغل شويه؟ لا دول مقاولين، كل واحد بيجتهد يعمل العمليه يقبض عليها، والامريكان شايفينهم كويس قوي، وعناصر الاستخبارات اللي بتعمل لهم التغطيه المعلوماتيه شايفاهم كويس قوي، وعناصر اللي بتعمل لهم التدريب زي تركيا، واللي بتمدهم ماديا زي قطر، واللي بتعمل لهم الغطاء السياسي زي الولايات المتحده واوروبا ان دول مقاومه مش ارهاب. كل ده منظومه، لان الولايات المتحده دفعت كتير في الحرب في هذه المنطقة وخسرت كتير من سمعتها وهيبتها وأفرادها. النهاردة المجتمع الأمريكي بقى كله معقدين نتيجة حرب العراق وأفغانستان، وناس بتتكب جرائم للقتل داخل القواعد العسكرية. أو ننسي عملية القتل اللي في أحد القواعد في كاليفورنيا وفي داخل واشنطن دي سي، قتل واحد والآخر الأمريكان عندهم كتالوج يقولك مجنون مهفوف. لا
مختل عقلي. مختل طيب عقلي. ارجع مره ثانيه برضو انا بحاول ان افهم اكبر عدد ممكن من المعلومات او تحليل المعلومات. نعم المتحدة. احنا بنحلل. بالظبط. بسال من حضرتك، بسال حضرتك برضو، اي مدى على المستوى العسكري وعلى مستوى مكافحه الارهاب اثرت العمليات العسكريه الاسرائيليه في غزه على الحدود المصريه اللي وصلت لغايه رفح الفلسطينيه، اثرت على الوضع في سيناء سواء على تدفق خروج دخول؟ اكيد قللت، اكيد قللت، لان اصبح يعني هل استفزت بعض العناصر؟ يعني احنا شفنا ان بالتوازي كان في عمليات داخل الاراضي المصريه زي موضوع العريش، الضربه اللي حصلت. لا ده اطلاق من الداخل الى الخارج، يعني من خارج الحدود المصريه الى منطقه الحدود المصريه، مش اطلاق من الداخل من خارج مش من لا مش من داخل مصر. وشفنا كمان ضرب مره تانية لعوده ضرب تفجير خط الغاز، عنصر من الداخل من هذه التنظيمات متعاطف. يعني هو من الداخل، يعني في معلومه محدده هل تم تحديد؟ المعلومه المحدده ان القذفتين اللي جم وقعوا على منطقه العريش والمعبر من الداخل، من خارج الحدود المصريه. من خارج الحدود المصريه بالظبط. جميل. عوده كمان تفجير خط الغاز مره تانية. والبعض شاف ان كان في محاوله للتسخين، مش خط الغاز بس حضرتك، وابراج الكهرباء دلوقتي بقى في هذا موضوع تاني. ابراج الكهرباء داخل انا شغلتي ايه؟ اعطل الدوله، اسقط الدوله، ده الهدف. وإقامة الخلافة أو الإمارة في جزء منها ثم تزحف. لكن مصر مش رخوة، رغم مصر مش سوريا ولا العراق ولا ليبيا ولا السودان، مصر مش رخوة. مصر فيها جيش وطني، فيها حكومة وطنية، فيها إرادة وطنية، فيها التفاف من الشعب حول جيشه، فيها يعني ولاء وانتماء بنسبة عالية جدا جدا عن أي مكان تاني. إذا مصر مش رخوة، عشان كده هم مش قادرين ينتشروا فيها. سؤال مرة تانية، واحنا بنتكلم عن إطلاق مشروع ضخم اللي هو مشروع قناة السويس، وحضرتك قلت إشارة مطمئنة إن لولا الاطمئنان للقدرة على تأمينه ما كانش أطلق. أكيد. في هذا التوقيت. الجزء المتعلق بتنمية سيناء في هذا المشروع وفي أجزاء كبيرة منه لسه المشروعات إلا هتطلق، إمتى يبدأ العمل فيها على الأرض ويصبح مؤمنا، يصبح آمن العمل على الأرض في سيناء؟ أنا قلت لحضرتك توما انطلقت إشارة البدء في المشروع، إذا المشروع على طول المواجهة وعمقه مؤمن. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا فكرة اسناد المشروع للقوات المسلحة فكرة عبقرية، انها تنفذ وتدير وتؤمن. يبقى ما عندكش تعقيدات في التنسيق. ما عنديش تعقيدات في التنسيق ان شركات مدنية بتأمن وانا عايز انسق معاها وعايز احميها وعايز لا. انا ده وضع دائم ولا وضع مؤقت متعلق بالوقت؟ لغاية ما نفذ المشروع. هو يعبنا حاجة يعني؟ مقاد سلاحة مؤسسة إدارة محترمة أنجزت لمصر ما لم ينجزه أحد، فلماذا لا تدير مشروع كهذا؟ ليه يعني؟ احنا بنسأل نديره. عشان نعرف هيدير ولا مش هيدير. لا نديره، احنا نديره وندير أكبر منه، واحنا عندنا قدرات وكفاءات تدير أكبر من كده. المؤسسة العسكرية دي ضخمة، إدارتها ضخمة، عشان أديرها عايز ناس في علم الإدارة. إيه اللي نجح قوات سلاحة حضرتك؟ إنها بتشتغل بأسلوب إدارة علمية. طيب أنا برضو هرجع مرة تانية لموضوع فكرة تأمين الحدود. إذا التقرير الذي أذعناه لقطات اللي وزعتها القوات المسلحة لم تقتصر فقط على سيناء وما يحدث فيها، تم تطرق لما يحدث على الحدود الغربية والحدود الجنوبية. عشان كده أنا قلت لحضرتك منظومة القوات المسلحة كقيادة عامة منظومة منسجمة متكاملة منسقة. تمام. اما اشتغل على المنطقه الشرقيه على الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي زي ما اشتغل على الاتجاه الاستراتيجي الغربي زي الجنوبي بنفس القدرات وبنفس الاهميه. هنا بظبط مهربين، هنا بظبط مهربين، هنا بظبط ارهاب، هنا بظبط شحنات اسلحه، منظومه متكامله بتشتغل. أنا بشكرك على هذه المعلومات أو التحليل للمعلومات المتاحة سيادة اللواء أركان حرب حمدي بخيت. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو، شاكر اهتمامك وأسئلتك الواضحة جدا. شكرا جزيلا يا فندم. ومشاهدينا مستمرون معكم، بعد قليل هننطلق إلى موضوع ليس بعيدا، تطور العلاقات المصرية الروسية، هل هي مرحلة جديدة؟ استئناف لمرحلة سابقة؟ أبرز الموضوعات التي يناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي في منتجع سوتشي. انتظرونا.